ما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ يمن الله سبحانه وتعالى على عباده بكثير من النعم، ومن بين تلك النعم أنه سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم، فهو أهل لذلك باختصاصه سبحانه بتلك الصفات والأسماء العليا، فهو العفو وهو الغفور تقدست أسماؤه. أولا العفو. ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة العفو في عدد من آيات القرآن الكريم منفردة، كما ذكرت كلمة المغفرة منفردة في آيات أخرى، وقرنت في مواضع أخرى، فلفظ العفو ذكر على سبيل المثال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وفي قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو هنا يكون خلقا من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام، حيث يلجأ إليه المسلم عندما يتعرض للسوء أو الأذى من غيره، فلا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بالعفو والإحسان. فالعفو هو مجاوزة الإساءة مع بقاء أثرها، بمعنى أنه قد يقول الإنسان لآخر: اذهب فقد عفوت عنك بشكل عام، أي بدون أن يمحي أثر الإساءة في قلبه. وهذا الأمر يحدث كثيرا في حالات القتل، إذ قد يعفو الإنسان عن قاتل قريبه ويبقى أثر تلك الجريمة في قلبه. كما فسر ابن تيمية عفو الله تعالى عن عباده بأنه إسقاط حقه والعفو عنه، أي يكون المعنى مجردا، حيث يعفي الله تعالى عن الذنوب بدون أن يقبل على من عفى عنه بالضرورة أو يرضى عنه. ثانيا المغفرة. المغفرة وردت أيضا في القرآن الكريم منفردة، تقال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن المآب. وقد جاءت هذه الآية الكريمة في حق أحد الأنبياء: وقد غفر الله له ذنبه، وتضمنت المغفرة هنا ستر الذنب والصفح عنه مع إقبال الله على من استغفر له. الفرق بين العفو والمغفرة هو أن العفو يكون معناه عاما، حيث يسقط العافي حقه عن المعفو عنه، بينما تكون المغفرة أخص، حيث يسامح الإنسان الغافر ويستر ذنب من أخطأ في حقه مع نسيانه ومحو أثره. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالعفو يكون ابتداء حينما يطلق الإنسان سراح من عفا عنه، والمغفرة تأتي تاليا حينما يغفر له خطأه بمحو أثره في قلبه وصفحه عنه.